دنيا وفيها العجب وكل شيء له أساس. فين الرجالة؟ فين اللي كانت اغلى من الذهب والماس؟ رجال زمان كانت تعب دلوقتي وفلسوا يا ناس. ونعمل ايه للزمن اللي غير جميع الناس؟ ابن الخسيس يتخدم وابن الوصول ينداس. اللي عدى الكلام ده كده سمعنا سقفه، شجعونا باي حاجه كده. فين الصاحب اللي خان؟ صدقني لازم يتهان. بلدنا صدقني لازم يجيله يوم ويتان ويعيش ندمان. والصاحب اللي باع نقول له مليون صباع. صح صاحب اللي خان، صدقني لازم يتهان. والصاحب اللي باع نقول له مليون صباع. يا صاحبي طعنتني في قلبي والطعنة جت في قلبي بجد. وعلمتني ما امنش في يوم لاي حد. هشتغل على سقفكوا واتعلق الشمال بتاعك يا ابو السعود. بحرف في ارض التعلم، براقب سواد العقارب. حاضر انزع النبره اللي معانا. حاضر ايه بنقول؟ المنشيه بلد الرجاله. العقرب الراجل الجدع اللي ملوش مرتجع. عرف مصر. حاضر حاضر علي. بحرف في ارض التعلم وربنا كده ما ينفع نشتغل خالص. احنا اول مره هنا. اللي بحب النفس اللي فيك وتعالي سنة معانا. تعالى اقول لك بحرف في ارض التعلم، تراقب سواد العقارب، الرجوله وفينا موجوده، وقلنا اجزائنا مشدوده، الرجوله وفينا موجوده، وقلنا اجزائنا مشدوده، سابت صاحب صاحبها، راحت لصاحب نصيبها، تتلفت تتلفت تعيين، انا في العين تعيين. اللي مرموش في دقيقة ولا يرموك في مصيبة. ها ها خاصمك ربنا اللي ما كان في عينك يا صاحبي. بقى يا الدنيا خلي بالك.
لما تحب تعيشوا على حد عيشوا على حد ما يعرفكم ما يكون لا تعرف بعضها نحن علينا ما تتحدوا طبعا تسدير الدامة تعرف عدد صحابة تعبت تقولك على حد على الطلاب الثلاثة الناس دي لان خلصوا مش هينفع نشتغل كده تعمل لك كلمة واحدة ولما تشوف فرحة زي دي ولا يجي على الصفحة اللي ما دمتها في الحلقة في نص دقيقة لما تشوف فرحة زي دي شوف اللي ورا اللي ورا لما تفرح ولا تشوف فرحة زي دي اللي ما دمتها في الراجل ده نص دقيقة بس انا اترسنا اللي ما ترفع ايدك من سفاح متمكن لو تعبان خد لك حباية لبوس او حباية مسكن